واحد من الناس اللي بطلت لعيبه كتيره كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي. الو الو يا نجم، مساء الخير. كل سنه وانت طيب يا نجم. مساء الخير يا كابتن اسلام، ازاي؟ مساء الفل يا كابتن وائل، وحشنا يا كابتن اسلام. انت اللي وحشت. ليك حق عرب عندي. ليك حق عرب عندي، بس بعدين بقى بديهولك ان شاء الله. يعني انت اللي عايز مني ولا انا اللي عايز منك؟ انا اللي عايز منك طبعا. انت اللي ليك عندي، انت اللي ليك عندي. انت اللي ليك عندي. حبيبي يا نجم، مفيش بينا الكلام ده يا نجم. لا بس شوف بعدين. قال لك ايه؟ قال لك بعدين بقى. بعدين بقى بقولك لما ابقى اشوفك بقى ان شاء الله. منور قناه الاهلي مره ثانيه كابتن اسلام حبيبي، ومعاك طبعا حبايبي كابتن سيد معوض وعم مصر، عم البلد كلها. انا خليك يا كابتن وائل. يعني كابتن سيد معوض وعم مصر، ماشي يا سيدي، مفيش مشكله، هنعديها. هما بيعملوا فيك كده ليه؟ عم البلد ده لازم المه. هو اللي عارف ان انا طيب، فانا بعدي يعني. انت بتعدي. يعني انا، لكن التاني مش هيعدي. يعني انا عندي حاجات كتيره جدا، وعندي اسرار كتيره جدا، وعندي حاجات طول عمرك بتعدي يا كابتن. بس انا يعني قلبي طيب يعني، انت فاهم. ما تحبش تتكلم. وفي حاجات ما ينفعش اقولها. ف يعني انا يعني عندي حته مثلا ان انا باخد بالي شويه، ممكن حاجات تتقال وحاجات. لا 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 حضرتك، بركات بركات. لا يعني عادي، هو ممكن يقول اي حاجه على اي حد، فهو طبعا وائل بيقلق منه. انت فاهم؟ وائل بيقلق منه. انما انا اي حاجه يعني وائل بيقلق منه، فلازم يعليه بقى عم مصر ويديله وضعه عشان ما يقولش عليه اي حاجه. انا عارف ان انا كده كده مش هقول عليه حاجه، انت فاهم. يا نهار اسود، هو الدرجات دي يا وائل بركات بتخاف منه؟ لا كده هيوقعونا في بعض يا كابتن جمعه. هو انا ما عنديش اسرار يا كابتن اسلام، والله انت عارف. ده انت هتقول لي ده بينام الساعه 8 يعني يا دوبك احنا بنبدا وهو بينام. انا كتاب مفتوح، كتاب مفتوح. بقول لك ايه يا عبد ناصر، البرنس بيسلم عليك برضه. طبعا ناصر حبيبنا كلنا، انت عارف. حبيبي يا كابتن وائل، كل سنه وانت طيب يا كابتن وائل. سنه سعيده كده، وسنه كلها خير ليك الاسره. منور يا ناصر، ربنا يخليك. ربنا يخليك انت. المكالمه دي جميله جدا جدا يعني، وانا فرحان حبيب. والله انا في وسط النجوم وبتكلم كمان نجوم. ده ايه ده؟ دي ماما بتدعي لي. حبيبي يا ناصر. والله بشكرك جدا، كل سنه وانت طيب يا كابتن. سنه وانت طيب. حبيبي يا عم وائل. سعيد عليك. الله يخليك يا ناصر. ربنا يخليك. وائل يعني سنة فاتت لسه كنا بنتكلم فيها. أولا خبر العاجل دلوقتي اللي معانا، والتر بواليا رسميا في النادي الأهلي لمدة 4 مواسم خلال الفترة القادمة. يعني أولا نعرف رأيك في هذا الموضوع. ده لعيب كويس طبعا، أنا اتفرجت عليه المباراتين اللي فاتوا مع فريق جونة، ولاعب كويس جدا ومكسب للنادي الأهلي. أفضل من الناس اللي كانوا موجودين الفترة اللي فاتت، وعنده إمكانيات مميزة، ولاعب سريع وكورته كويسة. هداف الدوري لغاية دلوقتي، ولاعب جيد جدا صراحة، مكسب كويس للنادي الأهلي. النادي الأهلي هيستفيد منه خلال الفترة اللي جاية من وجهة نظرك يعني؟ يعني انا بقول لك، اظهر الفتره اللي فاتت سام عن نهايه الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده ان هو لاعب جيد وعنده امكانيات ممتازه، و يعني في مواصفات كتير كويسه يعني. ان شاء الله يبقى موفق بس مع الفرقه، ويندمج بسرعه مع المجموعه، ويدخل مع التركيبه اللي موجوده دلوقتي حاليا يعني. ان شاء الله. بركات وائل من الناس اللي يعني كنا لسه بنقول عنده بطن رجل كبيره قوي يعني. لا طبعا. اشمعنى انت يعني؟ وانا مستغرب بركات ساكت ليه لغايه دلوقتي يا لا خلي بالك هو لسه، خلي بالك ما سخنش يعني. لا 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 احنا اسبوع، احنا قعدنا ترتيب الاوضاع في علاقتنا انا وانت يا جمعه الاسبوع اللي فات اما قعدنا مع بعض. ترتيب الاوضاع ازاي يعني؟ مش لا يعني احنا بقى يعني مش هنهاجم بعض بقى تاني خلاص. مش هينفع. ممكن اقول لك حاجه عليك. قول لي اتفضل يا يعني. انا لو منك يعني انا اقول بس يعني واحد من المواقف اللي انت عملتها يعني، هو في موقفين حلوين بس يعني. الاولاني اول واحد عماد النحاس، واحنا بنلعب نهائي كاس الامم العسكريه في مالي، وعماد النحاس طالع في كره مشتركه مع الفيرود بتاعهم، فدخل في دماغه وقع، اغمى عليه في الملعب. عماد؟ عماد اغمى عليه، خلاص بيبلع لسانه. كان الفتره دي في لعيبه كتير جدا بلعت لسانها. فالمهم وائل جمعه واقف جنبه، فهو عنده مخزن في دماغه المعلومه ان انت لازم تحط حاجه في بقه عشان هو ما يبلعش لسانه ويقدر يخرجه وما يموتش في نفس الوقت. وائل جمعه عمل ايه؟ عمل ايه؟ يعني ما شاء
الله لك وتعالى بالله ذكي جدا يعني. جزمه وائل مثلا 45 والملعب كان فيه مطر وطينه وبتاع، خد الجزمه حطها في بقه عماد، كان هيموت من الطينه اللي دخلت جوه بقه يعني. عماد اشتكى راح المستشفى تاني يوم عشان الحاجات اللي دخلت من جزمه وائل في بقه، مش عشان كده. جزمه كبيره بقى، جزمه 45 والجزمه بص يا اسلام ملعب فيه مطر وطينه، خد الطينه بص كل حاجه استني فوق عماد كان هيموت. عملتها ازاي دي يا نجم؟ عملتها ازاي يا وائل؟ عملتها ايه التفكير ده؟ الفترة دي كانت الفترة بتاعت حوادث بلع اللسان كتير يا اسلام، والوقعة بتاعت عماد كانت قدامي يعني عماد طلع اشترك مع المهاجم ونزل على دماغه من ورا، فعماد نزل ببص على دماغ لقيت دماغ عماد لقيته يعني عينيه مش معايا ومش مركز، فطبعا كنت قريت المعلومة بتاعت ان انت لازم تفتح بق اللاعب حاجة زي كده، بس المشكلة الملعب كان كله طين طبعا، فعماد راح المستشفى من كتر الطين اللي دخل من كتر الطين، بس يعني الحمد لله فاق من الوقعه، لكن من كتر الطين يعني. دلوقتي وائل بتفكر في ايه او بتفكر ازاي لما بتشوف يعني الجيل بتاعك كله يعني بركات مدير المنتخب الوطني، كابتن سيد مدرب المنتخب الوطني، انت في محلل كبير في قناه كبيره او مهمه، ايضا عماد النحاس مثلا مدير فني لفريق كبير، لما بتشوف الجيل ده بتفكر في ايه يا وائل؟ او اكتر حاجه بتبقى يعني بتفكر فيها لما بتلاقي بركات كده وسيد كده وعماد كده وفلان كده وفلان كده، بتفكر في ايه؟ يعني اكيد اسلام الناس دي يعني تستحق ان هي تبقى موجوده في المشهد الاول، يعني في صداره المشهد دلوقتي. يعني الناس دي خدمت المنتخب مصر قبل ما تكون خدمت النادي الاهلي. ايوه الناس دي ليها اسم، الناس تثق فيها كلها، فلازم الناس دي طبيعي ان هي تكون موجوده يعني. ايوه وتستحق مكان واماكن اكتر من كده كمان، لان في ناس موجوده في صداره المشهد الرياضي ما زالت اجزاء يعني جزء كبير منهم موجودين واثبتوا فشلهم، فانا اشوف ان المجموعه دي لازم تاخد الفرصه ولازم تجرب والناس تستفيد منها يعني. أيوة. الناس دي لعبت وقدمت اداء وقدمت سلوكيات وتصرفات في خلال فتره لعبها واستمرارها في الملاعب تقول ان هي تنفع ان هي تبقى قيادات في المجال الرياضي في مصر يا اسلام، سواء في الاعلام سواء في المنتخبات سواء في الانديه يعني. وشوف عماد ما شاء الله لما حصل على الفرصه كمدير فني بالخبرات اللي عنده الخبرات اللي اكتسبها نجح، وبقى الموسم اللي فات من احسن المدربين الموجودين في مصر. وقيس على كده في مجالات ثانيه كتير، محمد بركات اللي الناس بتقول ان بركات ما كانش ينفع يبقى في مركز قياده او مسؤوليه، متولي مسؤوليه المنتخب الاول منتخب مصر ومدير المنتخب الاول، فدي من الحاجات. سيد مع المنتخب كمساعد للمدير الفني كابتن حسام موجود وشغال بشكل جيد مع المدير الفني، فيعني الناس دي لازم تاخد الفرصه سام ولازم تشتغل ويبقى ليها دور زي ما قلت. فالناس دي قدمت وعندها الرصيد اللي يسمح لها ان هي تعمل الكلام ده كله. معايا تليفون، خليك معايا يا وائل برضو عشان معانا تليفون برضو، احنا النهارده عاملين قاعده كده تبقى لطيفه التالت بتاعنا. شادي يا شادي مساء الخير يا فندم. انت اتغيرت ولا ايه؟ هو وائل عامل مداخله يقول كل سنه وانتم طيبين، بيتكلم فنيا وبتاع يا جماعه. وبعدين عارف اقول لك على حاجه، انت معاك بركات وزاد، اقسم بالله الاثنين بياخدوا الكلام من هنا بيطلعوه. بركات بتاع الكلام ده وائل. يا وائل سامع وائل شادي بيقول لك ايه؟ القناة بعديها يا اسلام. ايه؟ انتوا ناويين تقفلوا القناة بعد القعدة؟ هو بقول لك ايه؟ خد بالك ده هما الاثنين ممكن يشتموا بعض دلوقتي اصلا، يعني شادي ووائل ممكن دلوقتي يشتموا بعض. يقعدوا عادي جدا. اكتر اثنين بيحبوا بعض في مصر. ايوه هو هيشيلوا بعض بقى يقول له فاكر الجول الفلاني ده والله شادي منور يا شادي والله. حبيبي يا اسلام الله يخليك وكل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا حبيبي. وانا مبسوط جدا جدا عشان حاجات كتير جدا كتير المحترم دوت مع الاجيال السابقه اللي هو حقق انجازات كتير جدا. ايوه مهم جدا تواجد اللعيبه اللي ذو قيمه زي الكابتن سيد معوض وكابتن بركات وزي كابتن اسلام وكابتن وائل جمعه اللي صنعوا تاريخ محترم للنادي الاهلي.
كمان مبسوط جدا اللي وائل معانا في المداخله، عشان دايما الناس مش عارف بتعمل رفض ليه، اللي في مشاكل ما بيني وبين وائل ومفيش الكلام ده. وائل ده اخ كداب والله العظيم، والله لا طبعا انا بهزر، انا اكتر واحد عارف. وائل ده اخ عزيز وانا بحترمه جدا جدا. كويس اللي هو معانا في المداخله عشان الناس اللي بتحاول طول الوقت تعمل واقع. انا مش هتكلم بقى كلام جد والكلام. اتنين ليمون طب والنبي، اتنين ليمون بسرعه عشان معاك ناصر. برحب اكيد بناصر وبركات اساسا جاي اكتر عشان ياكل عكاوي. انا حافظه بتحب العكاوي يا عم؟ انا قلت له يا شادي وحش جدا يا عم شادي. ايه حبيبي عم شادي؟ حبيبي يا ناصر الله يخليك. حبيبي يا باشا كل سنه طيب. حبيبي وانت طيب يا ناصر الله يخليك. يا وائل يعني كلام جميل يعني. والقعده دي بتفكرك بايه يا وائل؟ لا طبعا انا شادي اخويا اسلام طبعاً. وكلنا اكلنا عيش وملح مع بعض، ولو حصل في فتره من الفترات ان في زعل مننا الواحد عشره بتخلي كل حاجه تتنسي يعني مع الوقت. الواحد دايما بيفتكر اللحظات الكويسه واللحظات الطيبه بس اكتر من كده. انما زي ما شادي قال احنا يعني التجمع ده لوحده يخليك دايما تفتكر اللحظات الحلوه مظبوط، وتخليك تبقى فرحان طبعا ان انت بتشوف الناس اللي عشت معاهم عمر كامل. احنا نعتبر عشنا مع بعض في النادي وفي المنتخب يا اسلام اكتر ما عشنا مع اختارنا يعني. صح. فطبعا الواحد كل ما بيشوف الاسماء دي والناس دي بيفتكر اللحظات الحلوه، وخاصة عم ناصر البرنس لما كان بيجي معانا. فاكر الياباني؟ كنا كلنا بنستغرب هو جاي منين. جات الكبده معايا و ربنا يخليك عم شادي حبيبي. طبعا عم شادي اللي معلمني. دوائل يا عم دوائل. اصل المكالمه كانت سنبلغوم. بقول لك ايه يا جماعه، ما تجيبوا لنا عماد النحاس كمان يا محمود عشان يبقى خط دفاع كامل بقى يعني. هاتوا لنا عماد النحاس كمان يا محمود يعني عشان تبقى الدنيا واضحه يعني. انا مبسوط والله يا اسلام، بقول لك ان الناس دي كلها معاك دلوقتي، ويعني ان شاء الله سنه تبقى سعيده علينا كلنا ان شاء الله، ويعني دايما في فرحه وفي انبساط، وربنا يزيل المرض اللي موجود ده ونفضل دايما في سعاده وسلام ان شاء الله يعني. بركات كان بيلعب دايما جنبك باك رايت، ووائل وشادي كان بيلعب جنب سيد معوض، صح يا شادي؟ بص يا اسلام انت ما تدخلنيش فنان عشان انا معاك بركات كلها وهو عارف. معاك ايه؟ معاك ايه؟ الوحيد بص هو خلص على سيد سنين طويله وعذبه. هو خلص على سيد بس يا شادي؟ لا اسمعني بس، عذاب بركات معايا والله هو عارف. طب ما ايه مش فاهم يعني. طب انت هتكلمنا كده وهتقفل يعني ولا انا مش فاهم؟ لا مش هتقفل، هقول لك على حاجه. بركات خمس سنين انت وانت عارف يا اسلام انت هتستهبل. انا راجل مذيع ماليش دعوه. يا شادي شادي شادي، هو ايه علاقه ان كل ما واحد يجي يقعد معايا في الاوضه يمشي يعني؟ انا معلش، اولا اللي بيقعد اللي بقعد معاه في الاوضه اللي مشي ده هو مش قادر يفرض نفسه فنيا، اسلام مش قادر يفرض نفسه فنيا، انت مش قادر تفرض نفسك فنيا، رمزي صالح مش قادر يفرض نفسه فنيا. طب انا اقول لك على حق، طب انا ما قلتش عاشور بطلني ليه بقى؟ ما انا هقول لك بقى، اسمعني ادينا حاجه بقى عم شادي عشان ادينا حاجه جديده. ادينا الحقنا بقى. انا مشيت 16 واحد قبليه يا اسلام. كم؟ 16 متخيل؟ 16 والله 16 هو اللي مشى. عدهم لك يا باشا، عدهم. عد يا نجم، عد. عد على ابراهيم وعلي ماهر ووليد صلاح الدين وهشام حنفي. شوف بركات جاء هقول لك انا بيعمل ايه. بركات ذكي جدا، خفاش. يسهرك تروح الماتش مش مركز. انت هتقول لي التغيير الاول. التغيير ده وائل، سمعت كام تغيير اول انت قبل كده؟ لا وائل بينام بدري يا باشا. يا وائل معايا يعني الناس اللي معايا؟ لا لا الناس اللي معايا الحمد لله ما العدد مش كتير، بس يعني انا ممكن ادافع عن بركات في النقطه دي. يا عم تدافع ايه؟ ده انت مبطل 20 باك رايت. دافع جمعه دافع. الراجل بركات قاعد يلعب جنبي بتاع 7-8 سنين. سبع ثمان سنين قصده مستحمل البساط. 7-8 سنين مستحمل البساط بتاعته. العيب في الناس اللي بتقعد مع بركات يا اسلام. العيب في الناس اللي بتقعد معاه. صح. طب انا عمري ما قعدت معاه، انا كنت بقعد مع شادي عشان تبقى عارف بقى. ما انا بقول لك، لا بركات لا، ده اللي بيلعب جنب بركات بيبقى نجم.
انت يا ابني متغير اقسم بالله وائل، يا رب في حاجه غلط. ربنا يهديك كده، انت قابض يا وائل، ربنا يهديك وتفضل كده على طول. بقول لك ايه، الاسبوع اللي فات يا وائل فرق معاك قوي. الاسبوع ده فرق معايا جدا انا عرفت بركات من جديد. هو كمان هقول لكم، بس اسمعوا بس حاجه. قول لي يا نجم، قول يا شادي. اسمع بس، اولا وائل التاريخ كله معايا بقى، فانا هقول. قول يا نجم. مره الماتش شغال، قبل الماتش بركات راح لوائل جمعه قال له ايه؟ قال له بقول لك انا بلعب، كان اول مره يلعب باك رايت. وكان مستر مانويل عايز بركات يستغل السرعات، كانت الفرقه مش فاكر مين اللي بيلعبها، بركات بسرعته والباص بتاعه سليم 100%، فايه؟ قال له انا هستغل لك اللي انت ايه؟ ما ترجعش. يعني دي عيوب عندي. تعمل لي الواجب الهجومي. راح لوائل جمعه قال له ايه؟ قال له بص هتلعب لي جامد؟ هلعب لك جامد. اديني الباص بالراحه. المهم ابتدى الماتش، فالباص ايه؟ بركات كان لسه بيرجع كده، فهو لعب له باص جامد شويه، قال له بقول لك، راح جاي رده له جامد جدا اقسم بالله. راح جاي قال له لعب له جامد، راح جاي قال له ايه؟ قال له هتلعب جامد، هلعب لك جامد ثاني، مش هلعب لك بروح. انت لعبت ورا سيد شويه، لحق سيد ولا؟ شادي لعب معايا سنه كتير. ها سنه لا بس في المنتخب كتير. لا بص عايز اقول حاجه، سيد من اللعيبه اقسم بالله انا اشهد امام الله، يعني سيد لعيب كذاب. شوف كلنا قلناها في نفس واحد، كذاب. قول يا شادي، قول قول يا حبيبي. لعيب جامد جدا ما شاء الله، عمري ما هنسى مره مستر مانويل في محاضره قال لهم هو مارادونا مش عارفين توقفوه، مارادونا فاكر يا سيد؟ كان ماتش الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه. يقول ايه؟ بيعيشوا بعض. طب بقول لك ايه يا شادي، اقفل بقى، اقفل يا شادي بقى، مش كده يعني. بقول لك يا شادي، ساعه ونص شادي ولا ساعتين. ايوه انت كنت اكتر واحد عارف كل شويه تيجي تشتكي تقول ما انا اعمل ايه يا عم، ما انا على طول بروح ناحيه سيد علشان هو الثغره اللي في فرقتنا. شفت سيد حبيبك بقى برضه. لا يعني يعني ايام جميله جدا يا بركات، وبتفكرنا دايما بكل حاجه حلوه، والجيل ده زيه زي كل اجيال النادي الاهلي، كل دايما النادي الاهلي كل في كل سنينه بتلاقي اجيال واجيال وعظماء الحقيقه ورموز كبيره جدا. اهم المواقف اللي عشتها مع شادي ومع وائل سيد. يعني شادي مواقف كتير جدا، يمكن انا حضرته في النادي الاهلي سنه بس، انما حضرته في منتخب مصر يمكن بطوله 2008 يعني اعتقد يعني، بس هي مواقف كلها اللي مع شادي ما تتنسيش. بلاش يا سيد، يعني مواقف ما ينفعش. ما احنا مش انا مش عارف اتكلم. ايوه ما هي مواقف شادي خصوصا مواقف ما تتحكيش، يعني انا اقول وائل اللي فاهم قصدي. السلك ما بيطولش يا وائل، يعني اكيد. لا 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 اكيد انت فاهم. بلاش الموضوع ده. جمعه يا جمعه، الا ايه السلك ما بيطولش ده يا جمعه؟ دي مواضيع ما بتتحكيش. انت فاهم جمعه وائل سهوله. وائل يا جمعه حاجه بيضحكوا عليك يا جمعه. لا لا موقف ما يتحكيش. لا ما يتحكيش خالص. فشادي خالص خالص خالص. لا ايه موقف ما تتحكيش يا عناوين؟ لان بطل الموقف ده كان شادي. فما ينفعش. انما وائل، وائل يعني وائل من يعني مش هنقعد نتكلم في الكوره لان هو احسن مدافع النهارده. احسن مدافع في تاريخ مصر، مش هنتكلم في الكلام ده يعني خلاص. كل الناس يعني لا محلل جامد قوي يعني، انا والله بقعد اتفرج عليه بقى مبسوط. وائل من الشخصيات، عشان برضه يخلي بالك ممكن يقول كلمتين زياده شويه، بس هو طيب يعني. وائل ما عندوش حته الخبث اللي هو بيبقى قصده حاجه معينه عايز يعمل حاجه معينه بيديها هو بيديها واحده. انما هو في الاول والاخر لا يعني طيب، من الناس اللي تعرف تعاشرها. الناس اللي هو قال نقطه مهمه في الاول، ان انت بترجع في الاول تقول ايه في الاخر، كلنا عيش وملح مع بعض يعني، فبترجع العلاقه احسن من الاول 100 مره. فهي يمكن حته كلمه او كلمتين، انما هو من جواه هو طيب جدا، ما بيقولش كلمه في حق حد. صح. ما بيغلطش في حد بشكل كبير. انما اكلمك في نقطه بقى اللي هي بقى عيوب وائل. عيوب وائل ان هو ما بيغلطش يعني. على طول رافع ايده في الاوفسايد يعني، هو ما بيغلطش. هتقول له عملت الباص ده ليه؟ هيحلله لك في ثانيه يعني. هيحلل لك الباص، انا عملته عشان خاطر يدي لك موضوع ممكن يتكلم فيه نص ساعه. طب تقول له انت فكرت في كل ده خلال يعني الثانيه اللي بصيت فيها ازاي؟ يقول لك لا ده يعني مره بنلعب فرقه في جنوب افريقيا مع منتخب مصر، بنلعب منتخب جنوب افريقيا، وبعد كده النادي الاهلي هنلعب فرقه في دوري الابطال، فهنقعد اسبوع في جنوب افريقيا. فالماتش الاولاني الدقيقه مثلا 93، الفيرود بتاع جنوب افريقيا رايح انفراد، فوائل بيجري جنبه، وائل خاف يمسكه فسابه، فراح للحضري راح حاططها، خسرنا الماتش. فبعدها قعدنا خمس ست ايام في جنوب افريقيا، اللعيبه الدوليين وبتاع،
فبنلعب ماتش، فقبل الماتش بنتكلم بقى وائل ده انت لو مسكت الراجل كان خلاص وبتاع. المهم اول دقيقه اسلام في الماتش مع الفرقه اللي انا مش فاكر فرقه ايه، فوائل واحد معدي من جنبه على ال 18 وراح في نفس المكان راح ماسكه في اول دقيقه اول دقيقه. المهم ان الفاول اتلعب وجا جون، وراح واقف قال لك اهو جاب جون يا اخويا اديني مسكته. خلي بالكم اسلام يا شادي، وائل وائل عنده حاجه ما حدش يعرفها عنه كتير، هو هيموت من الضحك. احكي يا نجم وائل ما تعرفش منه وهو جعان اقسم بالله. ما تعرفش ايه؟ لو وائل لما بيجوع بيبقى جعان والاكل ما جاش بسرعه اقسم بالله ممكن يديك يقول لك مصطفى ابراهيم. ما ترد يا عم وائل، رد يا عم جمعه. والله هو ده انا الوحيد اللي عارف الموضوع ده. ايه اكله سمبلومو خفيف مش كلامه مظبوط، انا اللي عارف وائل بياكل ايه. اكله ايه؟ اكله سمبلومو. وائل حتى لو بياكل بيحب الاكل خفيف. ده مش كده، هو وائل بيحب يعزم على الناس كده الحقيقه اللي هو بياكل. يا ربنا يخليك يا عم ناصر، بس انا شايف بركات ما بيدخلش في الحوار ليه؟ خايف انا موجود. لا كان بطل ياكل عكاوي. موجود يا جمعه، انا معاك اسرار. طب انا يا عم، طب انا يا جمعه اعترض، انت لو الاكل بتاعك سمبلومو طب انا هعترض ليه يا عم؟ سمبلومو اكيد يعني كويس ليك رؤيه كويسه ان انت اكلك سمبلومو. طبعا من الاخر يا باشا ملتزم. ملتزم الساعه 7 8 الصبح اصحى الفطار. يا بركات بس كابتن ولا بتكلم غلط؟ انا بس بتكلم في الالتزام. بركات نجم الكلاب ساندوتش. نجم ليه؟ كلاب ساندوتش. طب بقول لك ايه يا شادي، معلش الناس عايزه تعرف سر. انا عارفك انت هتقول ايه اقسم بالله. اتفضل. طب قول يا نجم. انت عارف هتدي اشاره لايه؟ صعبه قوي الكلام اللي انت عايزنا نتكلم فيه. طب خلاص بلاش الاسرار الاسرار الصعبه دي بلاش. بص يعني انا عايز اقول حاجه بقى عن الكوره بقى بصراحه يعني. بطولات الحمد لله كانت كتير جدا، لعيبه بجد كانوا رجاله بمعنى الكلمه، اخلاص باقل ماديات. بركات كان نجم كبير جدا، ابو تريكه حاجه ولا اروع طبعا، وائل جمعه واحد من الناس، محمد النحاس، حسام الشاطر، احمد فتحي، حسام الحضري لما كان موجود، لعيبه احمد حسن لما كان موجود، كل اللعيبه الكبار فكرت في سيد معوض، كل اللعيبه. ايوه انيس بوكلبان، كل الناس بامانه يعني. شوي شوي كمان، شوي عشان شوي حسام غالي متعب، حسام غالي ومتعب وفلافيو وجلبرتو كلهم ومتعب طبعا. صعب تقول بالاسم تنسى حد تظلم اي بني ادم، ما تجيبش اسمه يعني بصراحه. لا انا هو ده اللي بيزعلني فعلا، لما الناس بتطلع بتقعد تتكلم على اثنين ثلاثه، كل الناس احمد في احمد عادل، رامي عادل، يعني كل احمد عادل حارس. لا ده انت كده هتجيب الاجيال كلها. صح صح هو صح، هو بيتكلم صح فعلا فعلا، لان فعلا الجيل ده كله اسلام من اوله لاخره تعب فعلا. في ناس كتير قوي، وشادي يتفق معايا، ووائل جمعه يتفق معايا، السيد برضه في السيد ظلمت كتير جدا يعني. كانت لازم تاخد اكتر من حقها كتير جدا، وفي الجيل ده وفي لعيبه كانت بتشيلنا وبتشيل الاسماء دي كلها، وما كانش برضه يعني كانت برضه ايه ماشيه جنب الحيط. دي حقيقه. شادي يعني عايز تقول حاجه ثانيه يا شادي؟ حاجه اخيره بس. اتفضل يا شادي. فيما يخص الجيل والاسماء، وبرضه ابو تريكه نجم كبير لازم نذكر اسمه، وصنع تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. طبعا. محمد بركات كان ليه دور مهم جدا جدا، ومهم جدا ياخد حقه، كل ده لازم نتكلم فيه. ولكن اللي انا عايز اقوله احنا اجيال بنكمل بعض ونسلم بعض الشاره، وبنسلم بعض البطولات والنجاحات، وبنسلم بعض الاخلاقيات المحترمه. الجيل ده الناس ما تعرفوش عنه، ضمن النجاح مش مهم مين يلعب، المهم ان انت تروح للهدف، تروح كاس العالم وتجيب بطوله افريقيا. كان اسلام يلعب ما يلعبش، بركات يلعب ما يلعبش، شادي يلعب ما يلعبش، ده بس انا حبيت اقول الرساله دي فيما يخص الكوره. كمان مبسوط جدا مره ثانيه كيف برحب باخويا وحبيبي وصاحبي والناس المحترمه محمد بركات وسيد معوض من الناس الرجاله، وانت يا اسلام من الناس المحترمه جدا. وانا مبسوط مره ثانيه ومليون اللي سمعت صوت وائل، كان مهم جدا بالنسبه لي، واول ما عرفت الوائل معاك وانا ما اتصلتش الثانيه، لان ما بيننا عشره كبيره طبعا، ما بيننا قعدنا مع بعض اكتر من اهالينا، ووائل على راسي من فوق. في ولاد
حلال زي ما بيقولوا، بيوقعوا ما بين الاخوات وبين بعض، لكن انا بعتز بيك يا والي قدام الناس كلها وبحترمك ومشرفنا في اي مكان بتبقى موجود فيه. انا بشكرك جدا يا كابتن شادي، الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي الكبار الحقيقه، واحد من الناس اللي ليها دور كبير جدا في فترات طويله. وائل برضو لو حابب تقول حاجه في نهايه هذا في نهايه السنه يعني وبدايه سنه جديده. لا انا بشكركم طبعا يا اسلام، وسعيد ان سيد وبركات موجود معاكم، واتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله عليكم وعلى مصر كلها وعلى النادي الاهلي ان شاء الله، وباذن الله تكون السنه اللي جايه دي افضل من السنه اللي فاتت، والنادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله يعمل اداء مشرف زي ما احنا ادينا مع النادي في 2006 ويحصل على مركز كويس في البطوله. الدنيا كلها هنا منتظره ومستعده النادي الاهلي للنادي الاهلي اسلام، ان شاء الله الجمهور يكون حاضر ويبقى احتفال بالانجاز المميز اللي النادي الاهلي عمله. ومره ثانيه سعيد ان انا كنت موجود معاكم جدا، وكان نفسي ان انا اكون يعني معاكم في الاستوديو في لقاء زي كده، ومبسوط ان سمعت صوت سيد والله بجد، انا ما شفتوش وما شفتكش انت اسلام كمان، فده عشان كده في الاول انا قلت لك لما ترجع بقى ان شاء الله. يعني انا استمتعت بوجودي مع بركات في الاجازه، وان شاء الله يعني في اقرب فرصه باذن الله اشوفكم على خير في مصر باذن الله. ربنا يخليك يا نجم، متشكرين جدا. توفيق يا جمعه، توفيق، شكرا يا كابتن.